أصبح برنامج ترند، وقال لي ذكرتني في فيلمي الأرض. منور القاهرة، والنهاردة تجربة مميزة. أعتقد أنك تبقى في مهرجان مسرح تجريبي ومن العراق تحديدا جاي النهاردة كده، أقول لي إيه تفاصيل التواجد يعني. الله 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 الله. أولا هذا ليس حضوري الأول لمهرجان القاهرة للمسرح التجريبي، هذه المرة الخامسة تقريبا. حضرت مهرجان القاهرة المسرح التجريبي لأول مرة عام 1989. قدمت فيه عرض مسرحي اسمه لو، وأخذت في وقتها جائزة أفضل ممثل دوري عن دوري في مسرحية لو عام 89. كان مهرجان رائع ودورة رائعة جدا. وأيضا شاركت في عام 2000 بمسرحية الجنة تفتح أبوابها متأخرة، اللي كنا في وقتها حصلنا على جائزة التانيث الذهبي في مهرجان قرطاج المسرحي عام 99. وكان أيضا لي مشاركة عام 2003 مع فرقة قطر المسرحية، وأيضا عام 2005 مع فرقة قطر المسرحية كذلك. طيب بالضبط. فحضور المهرجان القاهرة المسرح التجريبي له طعم خاص بالنسبة إلي، وأحبه كثير حقيقة، لأن المهرجان فعلا يحمل سمات التجريب والتنظيم الرائع والحضور الرائع طبعا. وأنا يعجبني أن أكون في هذا المهرجان كي أشاهد تجارب مسرحية عربية وعالمية كثيرة. إضافة إلى هذا، القاهرة وما أدراك ما القاهرة، هي عشقي الأزلي. أعشق القاهرة بشرا وحجرا وحضارة وما فيها من جمال وما فيها من نيل، بحر النيل هذا العظيم. وفعلا كلمة أنه المية النيل اللي يشربها الله لازم يرجع له، صح؟ طبعا. نورنا والله يا رئيس. شكرا. عائلتي تربح كمان اعتقد اكتر من موسم، والبرنامج ما شاء الله حقق نجاح كبير على مسيل العراق. نتكلم عن البرنامج، وشايفه برنامج من البرامج السهلة التقديم، ولا برضو ممكن يبقى فيه مفاجآت كده ممكن توترك وانت شغال؟ اولا شوف، البرنامج عائلتي تربح اصبح برنامج ترند عند العائلة العراقية سواء كان في العراق أو خارج العراق، يعني بالوطن العربي أو بالعالم. والآن أصبح عربيا، لأنه أنا ألاحظ الآن وتصلني رسائل كثيرة واتصالات من مواطنين عرب في الوطن العربي، ولذلك أخذ سمة وصفة رائعة داخل العائلة العراقية والعربية. هذا البرنامج طبعا هو برنامج عالمي، انطلق من عام 1977 من أمريكا، اللي هو فاميلي فيود، وقدموه عديد من المقدمين آخرهم أعتقد اللي هو كان ستيف هارفي. وهذا البرنامج له نسخ عديدة في العالم. إحنا في ام بي سي العراق يعني ارتأوا أن يقدمون هذا العرض باسم آخر، اسمه عائلتي تربح. وأنا حقيقة لم يعني هذه التجربة الأولى لي في تقديم البرامج إعلاميا، ولذلك حاولت أن أقدم شيء جديد، فارتأيت أن ألعب في هذا البرنامج دور الممثل والمقدم والإنسان في نفس الوقت، ودخلت إلى صميم العوائل العراقية، وحدثت الكثير من المفاجآت. أنا لحد الآن مسجل حوالي أكثر من 500 حلقة، ويستمر عرض يعني من عام 2019 إلى يومنا هذا، وسيستمر أيضا لأنه هناك فاتحوني بموسم جديد، الموسم الخامس. نعم. احنا بنشوف الناس اللي بتعمل برامج ساخرة يعني بيجيبوا العائلات اللي عندك بيبهدلوهم، يعني مبدئيا اللي قالت لك التمساح ملوش سنان، والردود اللي تدل احيانا من غير اعذرني يعني على غباء اللي بيرد. انت بتتعامل مع الناس؟ لا 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 لا، يعني انا ما احب كلمة غباء، وطبعا هاي تثار، وانا بالنسبة لي اعتبر كل المشاركين ناس محترمين رغم تفاوتهم الثقافي والمعرفي. هو البرنامج ظريف، يحمل ظرافته في انه انت تسأل اسئلة حياتية يومية وتفاجأ ببعض الاجابات غريبة. يعني هذا الرجل طبعا اللي هو سألته عن الحيوان الذي ليس له اسنان يجاوب علي بانه الاسد، ومصر بثلاث اجابة ثلاث مرات، وانا اعيد السؤال عليه حتى لربما ما سمع كويس، يعني ما سمع زين، واعيده
وأكد يقول لي الأسد بكل إصرار يا سلام ثقتك. لذلك أنا فرحان لأنه هو أصبح ترند ترند حقيقي ملايين المشاهدات، ومن خلال البرنامج على فكرة دخل في في شو اسمه في عمل غنائي. طبعا اشهرته اشهرته، وبكره بعد بكره ممكن يصير نجم تلفزيوني. الاسد وصل ولا لا؟ تحب انت الترندات والحاجات يعني وبتسعى ليها، ولا الموضوع بيجي صدف بصراحه؟ لا 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 ابدا، انا لا اتقصد هذه المساله، لكن هي تاتي هكذا وتصبح ترند. البرنامج ليس مكتوب كتابه، يعني هو مو عمل تلفزيوني او سينمائي او مسرحي، العمل وليد اللحظه، يعني البرنامج وليد اللحظه، الناس ما اعرفهم يدخلون. طبعا انا قبل ما تدخل الاوائل الى الاستوديو اجلس معاهم قبل التسجيل، اتحدث امتص توترهم واتعرف عليهم واخذ صور معهم وندخل الى البرنامج ويحدث ما يحدث، وكل عفوي كل طبيعي. هناك من يغني، هناك من يقول قصيده، هناك من يحكي مثلا نكتة عفوية وإلى آخره، وأنا حقيقة أتفاعل مع كل شيء في اللحظة، يعني حتى الإجابات اللي أنا ما أعرفها معظمها يعني أعرف لأنه أسئلة واضحة بسيطة، فأتفاعل بشكل صادم. أحيانا أنفعل، يعني أنا أعصب، يعني شو الموضوع، يعني سؤال سهل ليش ما تجاوبون عليه؟ ليه ليه وخلاص كده. حلو، عايز أعرف بتحضر لحاجة تمثيل بقى الفترة الجاية؟ ممكن نشوفك في عمل مصري كمان قريب؟ والله أنا أتمنى أن أشتغل الأعمال المصرية من زمان، يعني تعرف مين فتحني أول مرة في حياتي؟ اللي هو المخرج الكبير الراحل يوسف شاهين. يوسف شاهين عام 1985 أنا حضرت في مهرجان القاهرة السينمائي، كان عندي بطولة فيلمين، فيلم العاشق وفيلم المنفذون، ويوسف شاهين شاهد العاشق وقال لي ذكرتني في فيلمي الأرض، ودعاني إلى مكتبه. أنا مع الأسف لم أذهب إلى مكتبه، صار عندي ارتباط وأخذني الارتباط وخسرت فرصة كبيرة، لربما كان أشتغل مع يوسف شاهين من تلك الفترة. بودي أن أعمل عمل مصري، ليش لا؟ بالعكس، لربما حتى اللهجة سهلة، ما فيش حد بالكون ما يعرفش يتحدث اللهجة المصرية، وجميلة وسلسة صح؟ ولا ربما أقدم برنامج باللهجة المصرية. حبيبي نورتني يا رجل. حبيبي شكرا.